بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهذا يقول: ماذا تعرفون عن الشيخ عبد السلام بن برجس رحمه الله؟ أعرف عنه كل خير، ولعلكم قد سمعتم بأخباره، والحمد لله له يعني ترجمة موجودة في الشبكة رحمة الله تعالى عليه. عرفته من خيرة من عرفت في العلم والدعوة والسنة والعقيدة، والحرص على عقيدة السلف والغيرة عليها والذب عنها والبغض للبدع والمجاهدة لأهلها بلسانه ومقاله وسنانه رحمه الله رحمه الله رحمه الله، وجمعنا به وإياكم في جنات النعيم، وهو من خيرة الرجال الذين عرفناهم في هذا العصر.